ما سمعت الموضوع أهلا من جديد. نفتح الآن صفحتنا الطبية لهذا اليوم ونبدأها بموضوعنا الرئيسي، وهو عن مرض مؤلم جدا وتتركز آلامه في المفاصل وتأتي على شكل نوبات، إنه النقرس. ويعد الإكثار من تناول البروتينات الحيوانية عاملا كبيرا في حدوثه، لذلك يعرف بداء الملو. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور سامي الهادي، الطبيب أو طبيب استشاري الطب وجراحة الأقدام. صباح الخير دكتور. صباح الخير. في البداية، هو له عدة مسميات، نقرس، داء الملوك، عرفنا بس يعني خلينا نعرف المرض نفسه للمشاهدين لو تكرمت. نعم، النقرس هو التهاب في المفاصل ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك أسيد، كذلك يسمى حامض البوليك. ارتفاع حامض اليوريك في الدم يسبب تكون بلورات إبرية أو كريستلز داخل مفصل معين اللي حيصير فيه الالتهاب. الكريستلز هذه أو البلورات الإبرية تؤدي إلى التهاب المفصل. أيوة. طيب إحنا ذكرنا إنه من ضمن أسبابه تناول اللحوم، عشان كده بيسمى بداء الملوك، إنهم الأغنياء في هذاك الوقت اللي كان يأكل اللحوم أكشري إلى يومنا هذا يعني. بس إنه هل العامل الغذائي هو السبب الرئيسي والوحيد أم أن هناك أسباب أخرى؟ في أسباب عدة. العامل الغذائي مهم، اقتناء الأغذية الغنية بالبروتينات وخصوصا البيورينز، وهو نوع من البروتينات اللي تسبب في ارتفاع حامض اليوريك في الدم. فالأغذية اللي فيها اللي تكون غنية بالبيورينز هي اللي تسبب في ارتفاع حامض اليوريك وتزيد من نسبة ان النقرس يتكون. هذه مثلا قد ايش من حالات النقرس بيكون سببها الغذاء؟ عادة 75%، 25% بتكون وراثية، 75% لها علاقة بالغذاء. بس في أسباب تانية غير الغذاء وغير الوراثة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع كوليسترول، أمراض الكلى، كذلك أخذ عقاقير مدرة للبول لأن تسبب عدم اتزان في الأملاح. طيب دكتور، أنت ذكرت أن هي التهاب في المفاصل، هل هي التهاب مفاصل القدم فقط ولا ممكن أي مفصل في الجسم؟ مفصل الإبهام في القدم هو المفصل الأكثر شيوعاً، الأكثر مفصل يصاب بالنقرس، ولكن ممكن أن تصاب مفاصل أخرى كالركبة، حتى العمود الفقري، أصابع اليد مرات. بس عادة مفصل واحد. ما يميز النقرس أن مفصل واحد هو اللي يصاب ب. وكيف يصاب أو يصاب الشخص في مفاصل أخرى؟ يعني شو اللي يحدد هالشيء؟ لا، مثلا يما عندي الركبة، يما عندي القدم، يعني عندي مفصل واحد في وقت واحد، الهجوم الأتاك الجوتي أو التاك أو يعني ما يسمى بهجوم النقرس يصيب مفصل واحد في وقت واحد. الالتهابات المفصلية الأخرى مثل الروماتويد أرترايتس ممكن تصيب عدة مفاصل في نفس الوقت. بس مونو أرتيكولر الجوت، النقرس يصيب مفصل واحد. طيب بس أنت دكتور ذكرت أنه 75% من الحالات سببها التغذية، وعشان هذا المفصل اللي أنت بتتكلم عنه يصاب بهذه الدرجة من الالتهاب، قد إيش الشخص يكون لازم أكل لحوم مثلا؟ مش نسبة أكل اللحوم فيها قولان، يعني مش لازم أكون حتى يقال الآن أن تسمية المرض كداء الملوك تسمية خاطئة، لأن في ناس ما تتناولش لحوم بدرجة كبيرة بس تتناول لحوم بسيطة ويجيها النقرس، وفي ناس تتناول لحوم بدرجة كبيرة. ففي عامل جيني، في جين اكتشف مؤخرا هو المسؤول عن نقل حامض اليوريك في الدم، وهو نفسه الجين المسؤول مثلا عن حمل الفركتوز اللي هو السكر المحلي للمشروبات الغازية والعصائر. يعني في ناس عندهم قابلية أكثر من ناس، ممكن يأكلوا أقل من ناس لحوم لكن عندهم هذه القابلية. اكتشف الجين هذا، ممكن الإنسان يعرف اللي عنده الجين هذا. معلش نتوقف عن موضوع الفركتوز، يعني لأنه هو موجود في المشروبات الغازية. صح، بس شو علاقته بمرض النقرس؟ نفس الجين اللي ينقل حامض اليوريك في الدم، المسؤول عن نقل حامض اليوريك في الدم، وجد أنه نفس الجين المسؤول عن نقل الفركتوز في الدم. وهذه العلاقة بين اقتناء المشروبات الغازية اللي محلاة بالفركتوز اللي هي مش دايت والنقرس. يعني هو ممكن تؤدي زيادة المشروبات الغذائية أيضا ممكن يؤدي لمرض النقرس. طيب الأعراض والتشخيص. الأعراض عادة تساعدنا في التشخيص، الأعراض بس، لأن هجومه حاد، يعني لما يجيني النقرس في ساعات إلى أيام يبدأ الهجوم، ويكون التهاب شديد، احمرار، ورم، دفء في المفصل، مش حاجة تجيني على مدى شهور ويختفي بسرعة، يختفي في 5 إلى 7 أيام. هذه ميزة النقرس. يشخص بتحليل الدم اليوريك أسيد،
نشوف مستوى اليوريك أسيد، كذلك ممكن ناخذ عينه من المفصل نفسه. يعني يجي ويختفي ويرجع يجي ثاني؟ نعم ممكن بعدين يرجع لي بعد شهرين ثلاثه او سنه. أوكي. او مرات حتى 10 سنوات. يعني بعد الاسبوع هذاك من الالتهاب ممكن معش يجيني لبعد 10 سنوات ثانيه او بعد سنه او يعني. اوكي. نعم. طيب في هذه الحاله الشخص جاله الالتهاب ورجع جاله مره ثانيه مثلا وراح عمل الفحص وعرف انه عنده نقرس، ايش الحل؟ هل هو كمان يمكن درجات تختلف العلاج في هذه درجاته؟ على نسبه اليوريك اسيد في الدم او حامض اليوريك، لما يكون فوق الـ6 نعطي على المدى الطويل لمنع رجوع الدواء المرض دواء ينقص من نسبه اليوريك اسيد في الدم، يوريكيسوريك ايجنت، يعني زي الالبيورانول هو اشهر. نعم. الادويه هذه، ففي ادويه تمنع رجوع النقرس في المستقبل لما نكون، وكذلك الغذاء طبعا تنقيص الاغذيه والمشروبات اللي ممكن تزيد البيورينز وتزيد نسبه. بس هذه الادويه يعني تقعد ياخذها الشخص يتناولها لفتره محدده ولا؟ في ناس تاخذها سنين اللي حالاتها الحاده والدواء معليش اعراض جانبيه ممكن تاخذها سنوات. نعم. لمنع، لان مرات في الاغذيه ما توقفش بس الغذاء ما يوقفش حدوث المرض. بشكل سريع الانظمه المفروض يبتعد عنها الشخص والانظمه اللي تساعد في ايضا علاج المرض بالاضافه الى الادويه. اولا البدانه تزيد من نسبه حدوث النقرس فتنقيس الوزن، الكوليسترول، تنقيس الكوليسترول مهم، وكذلك علاج ضغط الدم اللي عنده ضغط الدم مرتفع يزيد عنده النقرس، وتنقيس الأغذية اللي يزيد فيها البيورينز خصوصا اللحوم الحمراء، الكلى، الكبد. نعم. أشياء مثل هذا. طيب احنا بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات. كان معنا في الاستوديو الدكتور سامي الهادي الطبيب استشاري طب وجراحة الأقدام. شكرا لك. شكرا.